وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمر العاني، نائب مسؤول القسم المهني في هيئة علماء المسلمين من العاصمة الأردنية عمان. دكتور مرحبا بكم، هل حدثتنا عن زيارة وفد الهيئة إلى جامعة الملايا الماليزية والاتفاقية المزمع توقيعها أو ربما وقعت مع الجامعة؟ تفضل دكتور. نعم، حياك الله أخي الكريم، تحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين الفضائية. زار فضيلة الأمين العام الدكتور مثنى حارث ضاري والوفد المرافق له جامعة الملايا في ماليزيا، حيث التقى خلال زيارته عميد كلية الدراسات الإسلامية في الجامعة وأساتذة الكلية كذلك. كما زار فضيلته جامعة العلوم الإسلامية العالمية في ماليزيا أيضا، والتقى رئيس الجامعة والكادر الإداري هناك، وتبادل الطرفان الأفكار. كما استمعت يعني جامعة الملايا وجامعة العلوم الإسلامية لرؤية الهيئة للنهوض بالواقع التعليمي في العراق وطرق معالجة ما يجري على الساحة التعليمية إن صح التعبير. طيب. واتفق الأمين العام على توقيع اتفاقية تعاون مشترك للحصول على خصومات للطلبة العراقيين وتبادل المشاركة العلمية والمعرفية. طيب. صراحة نعم. مثل هذا دكتور عفوا، يعني هنا كيف يمكن أن يستفيد الطالب العراقي من هذه الجامعة؟ كيف يتم الانتساب إليها؟ هل يلجأ إلى هيئة علماء المسلمين كي يتم قبوله في هذه الجامعة، جامعة الملايا الماليزية؟ يعني كيف هي الخطوات للطالب العراقي فيما لو يعني أراد أن ينتسب لهذه الجامعة ويدرس فيها؟ نعم أخي الكريم، مثل هذه الاتفاقيات تذلل الصعاب أمام الطلبة العراقيين. طيب. وتختصر لهم كثيرا من الوقت حيث يبحثون عن مجال تخصصهم. وثالثا يعني هذه الاتفاقية تعينهم على رفع بعض الرسوم، ويمكن الاستفادة من هذه الخصومات ومما تم اتفاقه أو في مرحلته الأخيرة من خلال القسم المهني وموقعه على الفيسبوك وتويتر، والباب مفتوح للطلبة جميعا لحمايتهم ويعني الاستفادة من هذه الاتفاقيات التي هي أولا وأخيرا للطلبة العراقيين بشكل أساسي. يعني لو أراد الطالب العراقي أن ينتسب أو يدرس في هذه الجامعة يلجأ إلى الموقع الإلكتروني التابع للقسم المهني في هيئة علماء المسلمين دكتور، هكذا فهمت؟ نعم. هذا السياق متبع وموجود ونحن نعمل عليه منذ فترة، ولحد الآن القسم المهني في هيئة علماء المسلمين وقع 7 اتفاقيات تعاون مشترك خدمة للطلبة العراقيين في الأردن، وما قام به فضيلة الأمين العام في ماليزيا لزيارة جامعتين لحد الآن، وقبل أيام سمعتم زيارة الوفد السوداني من جامعة الجزيرة وجامعة بحري والوفد الرسمي أيضا معهم كذلك. هذا كله يعني مصب لخدمة الطلبة. طيب دكتور، الباب مفتوح دكتور الوقت أدركني، ولكن يعني بعجالة لو سمحتم، ما هي الأقسام الموجودة في هذه الجامعة دكتور، أو ما هي الكليات الموجودة ضمن هذه الجامعة؟ لديكم معلومات طبعا. الكليات كثيرة والتخصصات متعددة. طيب. وكل جامعة تختلف عن الأخرى، والهندسة والطب وغيرها والشرعيات كذلك. ويمكن أن يطلع الطالب على التخصصات والكليات من خلال مواقع هذه الجامعات. نعم. ثم التنسيق يكون من خلال القسم المهني لمعرفة تخصص كل طالب على حدة. نعم. الدكتور عمر العاني نائب مسؤول القسم المهني في هيئة علماء المسلمين من عمان، شكرا جزيلا لكم.